بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويطيب لي في هذه الكلمة أن أفتتحها بالشكر لصاحب السعادة والمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية على دعوته لي بالمشاركة في هذا المؤتمر العام الجامع. ولا شك أننا قد استمعنا إلى كلمته التاريخية في افتتاح هذا المؤتمر، وهو يتلو علينا آي القرآن كيف نتعلم منها أن نضبط الحوار وأن نتأدب بما أدبنا به القرآن حتى ننجح في دعوتنا في الداخل وفي الخارج. ففي الحقيقة أننا نتقدم جميعا بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته إلى الحوار، وقد كان ذلك في جميع قطاعات الدولة، لكن النصيب الأوفر والأوفى كان في وزارة الأوقاف المصرية داخليا وخارجيا، بما قدمه معالي الأستاذ الدكتور الوزير من العمل الدؤوب الذي نشهد له جميعا، حتى يقال أنه لا ينام، الرجل الذي لا ينام إلا قليلا. لماذا؟ لأن العمل في هذا الحوار وفي هذه الوزارة اتخذها ليست وظيفة وإنما هي رسالة. فأنا أقول بلا رياء ولا نفاق ولا سمعة، أقول شاكرا لفخامة الرئيس السيسي في حسن ثقته بمعالي الوزير أنه حقا رجل المرحلة الصعبة في جميع النواحي. استطاع بعلمه واستطاع أيضا بحنكته، لأنه رجل جمع بين العلم الشرعي وبين العلم اللغوي، فهو الأديب اللبيب الذي عرفناه أستاذا للأدب وعالما وفقيها. استطاع بلغة الحوار أن يواجه الفكر الإرهابي في كل مكان بإصداراته التي أصدرها في وزارة الأوقاف التي تقارب 70 كتابا يحارب فيها الفكر المتطرف، ويأخذ بأيدي الخارجين والخوارج حتى يردهم إلى الجادة، متخذا في ذلك أسوته وقدوته ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا عبد الله بن عباس، الذي استطاع بحواره الهاتف بحواره الناجح مع الخارجين على الإمام علي أن يرد أكثر من نصفهم إلى الجادة. وهذا هو عملنا نحن الدعاة. نحن في البرازيل عندما نترجم كلمة الأئمة، أتدرون ما معناها؟ ما
ما معنى الأئمة باللغة البرتغالية؟ معناها المحاورين. المحاورون هم الأئمة. يعني أنت رجل إمام، أنت محاور، إذا نجحت في حوارك نجحت دعوتك، وإذا أخفقت في ذلك أسأت إلى صورة الإسلام. لذلك كان الحرص من وزارة الأوقاف المصرية في بعثاتها الخارجية وفي الأكاديمية التي تم إنشاؤها على يد معالي الوزير بفضل الله سبحانه وتعالى، استطاع أن يتخرج منها هؤلاء المحاورون الناجحون في دعوتهم الخارجية. وهذه شهادة نشهد بها لله، وما أنا إلا واحد من هؤلاء الدعاة الذين خرجوا من هذا البلد الطيب، والذي تتلمذ وتعلم على أيدي علماء الأزهر الشريف، حتى نخرج إلى هؤلاء في جميع بقاع الأرض. ينبغي أن يفهم الناس جميعا، لو استنطقنا مساجد العالم في كل بقاع العالم لنطقت قائلة أن الذي علمها وفقهها وأدار الحوار بينها على الطريقة المثلى التي تعلمها من القرآن ومن سنة سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، نطق الجميع هو الأزهر الشريف، هو وزارة الأوقاف المصرية، هو جمهورية مصر العربية التي نسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ شعبها وأهلها وأن يحفظ عليها قدرها ومكانتها. إنه العلي القدير والسميع المجيب أن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يديم على جمهورية مصر العربية عزها وكرامتها ومكانتها. وأقول الحق، رأيتم الأزمة التي نعيش فيها الآن، لم تستطع دولة أن تقيم مؤتمرا في هذه الأزمة، لكن مصر برئيسها وبهذا الوزير المخلص في عمله ودينه وإسلامه استطاع أن يقيم هذا المؤتمر رغم الصعوبات الشديدة. وتم هذا المؤتمر بهذا النجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، لنقول للعالم كله من هنا القاهرة، قاهرة العنف، قاهرة الإرهاب، قاهرة المتطرفين في كل مكان، القائمة على إقامة الحوار الهادف الذي يقيم الحق وينشر الإسلام كما أمر الرحمن الرحيم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. الله أكبر، ما هذا؟ انظروا إلى عظمة هذا الأسلوب الراقي القرآني. إذا ظننتم أن عقيدتنا الصحيحة التي ندعوكم إليها أنها إجرام، فنحن لا نؤاخذكم على هذا، ولا نرد عليكم أنكم كافرون، أنكم مشركون، أنكم مجرمون، إنما نرد عليكم أنكم عاملون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قل لا تسألون عما أجرمنا. إذا كانت جريمتنا هو إيماننا بالله فنحن سوف نسأل عنها، لكن نحن لا نرد عليكم بأنكم قد سميتمونا مجرمين، فهل نرد عليكم أنكم مجرمون أو كافرون أو مشركون؟ لا، ولا نسأل عما تعملون. ألا نتعلم من رسول الإسلام الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من سيرته العطرة، عندما حاور أحد المشركين وتطاول هذا المشرك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل قاطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه؟ لم يفعل. هذا هو نجاح الحوار يا مسلمين، هذا هو النجاح يا دعاة الإسلام، يا دعاة السلام، أن نتعلم من رسول الإسلام والسلام
أفرغت يا أبا الوليد؟ أفرغت ومش ليس باسمه، وليس أن قال له يا كافر ولا يا مشرك، وإنما بلقبه الذي يحبه، يقول له أفرغت يا أبا الوليد؟ ألا أما آن لنا أن تخشع قلوبنا لذكر الله وأن نرجع لنتبع رسول الله لننال بذلك خيري الدنيا والآخرة وسعادتي الدنيا والآخرة، ولنقيم بذلك حوارا نستطيع به أن ننجح في دعوتنا في الداخل والخارج. الله أشكر وأحمد وأسأله جل شأنه وتقدست أسماؤه أن يحفظ مصرنا الأبية العزيزة، وسلام على مصر في العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.